الكلام طبعا احنا اول امبارح الكل تابع، يعني اول امس وتابعنا بالامس التغطيات الاخباريه المختلفه منذ الصباح الباكر وحتى مساء الامس لاجتماع الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجيه العرب. الكل طبعا سمع وزراء الخارجيه للمملكه العربيه السعوديه والبحرين والامين العام لجامعه الدول العربيه، كلمات كثيره جدا قدمت وتم الاتفاق بشكل يعني اعتقد في اجماع على فكره ضروره الحد من وقف حد من تدخلات إيران في الشؤون العربية الداخلية ودعم الإرهاب والاتفاق إلى تصعيد ويعني تقديم الأمر إلى مجلس الأمن وشكوى إيران إلى مجلس الأمن، وسمعنا طبعا كل هذا الكلام. لكن الحقيقة لغاية امبارح بالليل لا إيران ولا حسن نصر الله ممثلا عن حزب الله كانوا قدموا أي ردود فيما جاء في هذا الاجتماع أول أمس. وامبارح بالليل حدث ما توقعه الكثيرون، الكل كان قاعد مستني بيقول إيران هترد ولا لا، حزب الله هيرد ولا لا. بالفعل ردوا، والردود الحقيقة وإن كانت تبدو مختلفة كصياغة ولكنها ربما تحمل نفس المضمون. خلينا الأول نشوف إيران قالت إيه. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أصدر بيان أو ندد، خلينا نقول بالبيان الختامي الذي صدر يوم الاثنين للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اللي اتهموا فيه إيران، تم فيه توجيه مباشر اتهام إلى بشكل مباشر إلى طهران بالعدائية تجاه الدول العربية. ورأى قاسمي أن إصدار هذا النوع من البيانات بيصعد الخلافات الإقليمية، وصف الاتهامات الموجهة ضد بلاده بالأكاذيب واعتبر أن هذا البيان عديم القيمة. إيران في المجمل امبارح الاثنين وصفت هذا البيان الختامي الاجتماع لوزراء الخارجية العرب الطارئ اللي اتهموا فيه طهران بالعدائية تجاه الدول العربية بأنه عديم القيمة. والناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إسنا أكد أنه حل المشاكل الحالية في المنطقة التي يعني ينتج قسم كبير منها من السياسات السعودية الفاشلة، كما أطلق هذا البيان، كما وصف يعني تم توصيفها من هذا البيان الناطق عن الحكومة الإيرانية. وخلال طبعا الاجتماع الطارئ احنا عارفين اللي دعت ليه السعوديه كان وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير، طبعا كان وجه اتهامات بشده الى ايران وعملائها في اشاره الى حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، اللي احنا حالا دلوقتي هنشوف رد حزب الله كمان ايه، لانه زي ما بقول لحضراتكم رد ايران وحزب الله وان كان مختلفا في الصياغه ولكن بنعتقد ان هناك تشابها كبيرا في المضمون. خلونا ناخد هاتفيا السفير رخاء احمد حسن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سياده السفير صباح الخير يا فندم وتحياتي لحضرتك. صباح الخير، اهلا بيكي وسهلا مشاهدين. اهلا وسهلا. يعني كان الكل في انتظار رد من ايران او رد من حزب الله، وبالفعل مساء امس صدر رد من يعني الحكومه الايرانيه ومن حزب الله. كيف رايت الردود التي صدرت؟ فكره انه حسن نصر الله ايضا سجل كلمه وجهها الى الامه بحسب يعني ما عبر وقال فيه انه ايران لا انه حزب الله لا بيمتلك صواريخ ولا عنده باليستي ولا عنده حتى ولا مسدس واحد، وفي ختام ربما كلماته أكد أنه الجهتين الوحيدتين اللي حزب الله بيتشرف حسب ما وصف أنه يدعمهما بالسلاح هم فلسطين، المقاومة الفلسطينية والجماعات المسلحة في سوريا. كيف رأيت ذلك سيادة السفير؟ يعني بداية أنا أحب أقول يعني أن لازم لما يكون في اجتماع يعني زي اللي عقد في جامعة الدول العربية يكون مدعم بالوثائق، يعني يكون لدي الأطراف اللي طلبت الاجتماع وثائق مدعمة عن أن فعلا هناك تدخل من حزب الله في البلاد اللي أشاروا ليها. نعم. للأسف ما فيش وثائق، يعني لم تكن هناك أي وثائق ولا مستندات تقدم بحيث أن احنا نقول فعلا هذا تدخل من حزب الله معروف. خليني بس أقول في جزئية إيران يا معالي السفير. أكمل طيب أكمل. حزب الله معروف ان هو تم دعوته هو وايران من جانب الحكومه الشرعيه في سوريا التي تمثل سوريا في جميع المنظمات الدوليه، تم دعوتهم هم وروسيا لمواجهه الجماعات الارهابيه التي تحارب سوريا. نعم. ده معروف لنا كلنا. يعني يكون بقى ان هو بيضايق دول ثانيه او بيتعارض مع سياسات دول ثانيه شيء، وان الحكومه الشرعيه اللي في الدوله هي اللي دعته. بالنسبة لإيران، إيران تم دعوتها من جانب الحكومة السورية.
للدفاع عن سوريا والدفاع ضد الجماعات الإرهابية في سوريا، شئنا ما بينا هو ده الحقيقة. فهنا لازم يبقى في التناول، يعني في استناد لموضوع. يعني احنا لما القرار بيقول هنذهب إلى مجلس الأمن، صح؟ تمام. ماذا سنقول لمجلس الأمن وليس لدينا وثائق؟ طيب يعني تسمح لي بس اقول جزئيه صغيره كنت اتفضل. هقولها لحضرتك منذ قليل. حضرتك طبعا بتتكلم في نقطه في منتهى الاهميه، فكره انه علينا ان نكون مسلحين بالادله والوثائق والمستندات تثبت ما نقوله او ما نتهم به ايران وحزب الله من دعمهما بالضبط. للارهاب. تمام. تمام. الصاروخ الباليستي الذي سقط على الرياض، معالي السفير، عفوا، الصاروخ الذي سقط، نعم، الباليستي على الرياض من الحوثيين هو ايراني التصنيع. طيب ما هو ألا يعد هذا دليل على سبيل المثال؟ عفوا عفوا، احنا في حالة حرب في اليمن، صح؟ حالة حرب، تمام. الحوثيين يمنيين بيدافعوا عن بلدهم، يعني احنا مختلفين معاهم من ومختلفين مع يمدهم توقعهم. بالسلاح يا سيادة السفير؟ ما هو لازم يمدهم بسلاح طرف، سواء كانت الصين او ايران او الهند او امريكا او روسيا، هم بيشتروا السلاح لكن هم اللي بيستخدموه. فهنا احنا لازم، لو احنا السؤال، يعني سؤال بطرحه وبطرحه على امين عام جامعه الدول العربيه وعلى وزير خارجيه السعوديه، لو حلينا مشكله اليمن وانهينا الصراع في اليمن، هل سيكون هناك مجال للتدخل السعودي؟ التدخل الايراني؟ لن يكون هناك مجال. ايران تدخلت، وعلى فكره الطرف القوي اللي بيحارب في اليمن ليس الحوثيين وانما القوات الجيش السابق مع علي عبد الله صالح. بيحارب لان ده حرب بين السعوديه وبين اليمن. فاحنا هنا في حرب. طيب في حاله حرب. خليني فهنا برضو يعني استنى عليه بس شويه. اتفضل. الامم المتحده نفسها استنكرت هذه الحرب وطلبت من التحالف اللي بيحارب في اليمن ان يوقف الحرب ويوقف الحصار على اليمن، لان اليمن تعاني من المجاعه، تعاني من الامراض، عدم التعليم، الناس بتموت. فهنا يعني لما يطلق صاروخ من ناس بتدافع عن نفسها، يعني الكلام برضو مش مقنع يا جماعة. احنا لازم نبقى مقنعين، طيب لازم على خليني كأس اقول العالم. لحضرتك يا سياده السفير، كلام حزب الله، كلام حسن نصر الله بالامس في بيانه ورده على هذا الاجتماع، الا ترى فيه انه في ادانه واضحه لحزب الله؟ يعني هو قال بعظمه لسانه انه لا 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 بنسلح ولا بنطلع صواريخ باليستيه ولا حتى مسدس واحد، وانه لا نقوم بالتسليح الا فلسطين ولنا الشرف في ذلك كما قال، وسوريا ويعني تسليحهم للمقاومة السورية كما يطلق عليها أو ده هو الحركات مشارك، هو المسلحة. مشارك، هو شريك مع نعم. قوات الجيش العربي السوري وبدعوة من الحكومة السورية للحرب في سوريا. وبالنسبة لحماس، هو بيتعاون معاها على أساس أن حماس حركة مقاومة. يعني حماس ليست حركة إرهابية إنما حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. يعني يعني حضرتك أنا بتشوف انه كان او انه من الواجب ان نقوم بتجميع كل الادله والبراهين لازم يبقى عندي والاثباتات قبل وثائق. أنا التوجه لمجلس الامن. لو عندي وثيقة إن حزب الله تدخل في البحرين، ده إحنا يعني نقيم الدنيا ولا نقاتها ضده، لأن البحرين دولة عربية شقيقة لا علاقة لها لا بحزب الله ولا بأي صراع. فبالتالي هنا لما نتهمه ان هو ودى فعلا ناس او سلاح او اي شيء من هذا القبيل، لانه لا يصنع سلاح، يعني حزب الله لا يصدر السلاح، فكيف يعني احنا لازم نبقى منطقيين عشان العالم يصدقنا. صدقيني ان اجتماع وزراء الخارجيه العرب يوم الاحد الماضي كان اجتماعا فاشلا بكل المعايير، وبيدل على عدم التضامن العربي. ازاي النهارده انا اقول الحكومه اللبنانيه فيها وزراء ارهابيين واقيم علاقات معاها؟ يعني تناقض. ازاي أشكرك. احنا الدول العربية، احنا في مصر لنا علاقات مع الحكومة اللبنانية، ووافقنا على البيان اللي بيقول ان فيها وزراء ارهابيين من حزب الله. يعني هنا لازم نبقى في اتساق في الموقف، لازم الاول نفكر قبل ما يبقاش خطواتنا سابقة تفكيرنا. يعني النهارده احنا ايران بتتمدد في المنطقة، وايران بتنتهز التفكك العربي والضعف العربي لتتمدد وتبسط نفوذها. ليه؟ لأن إحنا مفككين متحاربين. إحنا النهارده قدمنا العراق هدية على طبق من ذهب لإيران. من الذي ساعد على تدمير العراق؟
فبالتالي احنا لازم النهارده سوريا. لماذا دخلت ايران سوريا؟ لان هناك مجموعه من الدول العربيه مع الولايات المتحده الامريكيه مع تركيا ارادت ان تسقط النظام وان تفكك سوريا وان تهزم النظام السوري. هل هذه هي التضامن العربي؟ أشكرك لابد ان جزيل احنا الشكر. نبدا نعيد تفكيرنا. مواردنا اللي بنبددها في الحرب بيننا وبين بعض هنا التضامن. الارهاب بينشا من ايه؟ من ان احنا الصراعات، صراع في اليمن، صراع في سوريا، صراع في تفكك الوطن طبعا، تفكك الأوطان. أشكرك جزيل الشكر سيادة السفير رخاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، لوجهة نظر ربما تبدو مختلفة لكن في كل الأحوال دائما وأبدا الاستماع إلى كل وجهات النظر، خصوصا في القضايا التي تمس الأمن القومي العربي، هو أمر هام جدا. هو لا يرى أنه اجتماع الوزراء الخارجية العرب كان ناجحا، لأنه علينا التكاتف، يعني أن نقدم أو نسعى إلى مزيد من التكاتف في الوطن العربي، وعلينا جميعا أن نتعاون حتى نقدم الأدلة والبراهين التي لا تدع مجال للشك بتورط إيران وحزب الله في عمليات الإرهابية. علينا أن نجمع هذه الأدلة قبل أن نتوجه إلى مجلس الأمن، هذا ما يعني أكده السفير رخاء أحمد حسن. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أنه امبارح بالليل حسن نصر الله طلع ببيان اتكلم فيه، يعني أنه قال فيه أن الجماعة المدعومة من إيران لم ترسل أي أسلحة إلى اليمن، نفى بشكل قاطع ان حزب الله كانت وراء اطلاق، او ان هذه الجماعات كانت وراء اطلاق اي صاروخ باليستي على الرياض من اراضي تقع تحت سيطره الحوثيين في اليمن. وجه كلمات انتقادات كثيره الى وزراء الخارجيه العرب اللي اتهموا حزب الله بالارهاب في هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد اول امس، بناء طبعا على طلب السعوديه يوم الاحد الماضي، وقال ان اتهام مؤسف وانه مش حاجه جديده ان يتم اتهامهم بهذا الاتهام. وقال انا اؤكد لكم انه لا صواريخ باليستيه ولا اسلحه متطوره ولا عندنا حتى مسدس، وانه للعرب انا اريد ان انفي، يعني هو بيوجه كلامه للعرب انه بيقول انا عايز انفي بشكل رسمي احنا ما ارسلناش اي سلاح الى اليمن ولا الى البحرين ولا الكويت ولا العراق، وانا انفي بشكل قاطع، وانه لا علاقه لاي رجل بحزب الله اللبناني باطلاق هذا الصاروخ ولا بما اطلق من صواريخ، وانه هذا الاتهام لا يستند الى حقيقه ولا الى دليل. وقال نعم، يعني اعترف بشكل واضح، وقال نعم في مكانين أرسلنا لهم السلاح بكل شفافية، الأول هو فلسطين المحتلة وقال أفتخر بهذا، لنا الشرف في هذا، والآخر في سوريا السلاح الذي نقاتل به. لكن ده زي ما وضح سيادة السفير رخا أنه يعني كون حزب الله جزء من المقاومة أو الجيش الدفاع العربي أو المقاومة العربية هناك. دي كانت كلمة حسن نصر الله مساء أمس. الجديد في الموضوع لا نعرف طبعا كيف ستسير الأمور، هل فعلا، لأنه خلونا لما نسمع تحليلات يا جماعه نفكر فيها بشكل منطقي، مش فكره ان انا لما اسمع وجهه نظر مخالفه للراي السائد اقلق واخد جنب. يعني اذا فعلا في ناس بتشوف انه ناس امتهنت مهنه الدبلوماسيه سنوات طويله بتشوف انه ما نمتلك من ادله غير كافيه حتى نصعد الامور ضد ايران وحزب الله الى مجلس الامن، لا ممكن نفكر في ده ونشوف كيف يمكن ان يتكاتف العرب لاثبات ذلك.